بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد أنواع: جهاد بالدعوة إلى الله، جهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد بالسيف. فالكفار يجاهدون بالسيف، وأما العصاة، أما العصاة من المؤمنين والمنافقون يجاهدون باللسان، جاهدون باللسان بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر. الجهاد أنواع، ومن أنواعه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جهاد باللسان. قال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون باللسان بالحجة واللسان، وكذلك العصاة من المؤمنين، لأنه قد يكون من المؤمنين من تغلب عليه الشهوة ويقع في المعصية، يحتاج إلى جهاد بدعوته إلى الله وتخويفه. أحياناً يكون بإقامة الحد عليه إذا وجب عليه حد، أو بتعزيره إذا لم يترتب حد، التعزير بالضرب أو توبيخ وغير ذلك. فالأمر بالمعروف، المعروف المراد به كل ما أمر الله به فهو المعروف، والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو المنكر. وأعظم المعروف وأكبر المعروف التوحيد، توحيد الله عز وجل وعبادة الله، هذا هو أكبر المعروف. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، الشرك بالله عز وجل، ويندرج بعد ذلك بقية المعاصي، كما أن الطاعات تندرج المعروف. ولما كان بعض المسلمين قد يقع منه تقصير، أو يقع منه غلبة شهوة، ويقع منه ويقع في المعصية، يحتاج إلى إصلاح، ولا يترك بل يصلح، ومن إصلاحه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخلو مجتمع من العصاة، من المخالفين، مهما بلغ من الصلاح يكون فيه ما فيه. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للقائم على حدود الله والواقع فيها بقوم استهموا على سفينة، يعني اقترعوا على أدوار السفينة، ترون قرعة، بعضهم أصاب أسفلها بعضهم أصاب أعلاها، فأهل الخير وأهل العلم وأهل يصيرون في أعلى السفينة، ومن دونهم يكونون في أسفل السفينة، فيهم السفهاء، فيهم العصاة، فيهم القيادة. تكون لمن في أعلى السفينة، وهم العقلاء والعلماء. وأيضا من كان في أسفل السفينة يحتاجون إلى سؤال العلماء والرجوع إليهم، مثل أهل السفينة سواء. السفينة يحتاجون ماء، كلهم يحتاجون ماء، فأهل الدور الأعلى يحتاجون ماء، وأهل الدور الأسفل يحتاجون ماء. أهل الدور الأسفل منين يجيهم الماء؟ لازم يصعدون من فوق، يصعدون إلى الدور الأعلى ليأخذوا الماء. فكر بعضهم وقالوا: حنا لماذا نرقى للدور الأعلى نطلب الماء؟ ورا ما نخرق بجسمنا دور الأسفل خرقا، ولا نؤذي من فوقنا. معلوم أن إذا خرقت السفينة ماذا يحصل؟ ها؟ يحصل الغرق، يدخل بها الماء وتغرق. قالوا لا، لأنهم سفهاء ما عندهم عقول، قالوا نخرق قسمنا وناخذ ماء، ولا يحتاج أن نصعد إلى فوق. فلو تركهم أهل الدور الأعلى يخرقون السفينة لغرقوا جميعا، فيأخذون على أيديهم ويمنعونهم لينجوا جميعا، ينجو أهل الدور الأسفل. هذا مثل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تماما. لو أن العلماء وأهل الرأي تركوا السفهاء والجهال
يقعون في المعاصي لأهلك المجتمع كله، فيجب على عليهم أن يأخذوا على أيدي السفهاء والعصاة، يهذبونهم يربونهم ويعلمونهم وينهونهم ويأدبون من يستحق التأديب حتى يسلم الجميع. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للقائم على حدود الله، القائم على حدود الله الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهم في أعلى الدور، والواقع فيها أي في المعاصي وهم أهل الدور الأسفل، كمثل قوم استمعوا إلى آخره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضروري، لأن المسلمين يحصل من سفهائهم ومن ضعاف الإيمان ومن غلبة الشهوات والدعايات يحصل ما يحصل من الخلل في المجتمع. فلو أن أهل العلم وأهل الأمر من بيديهم الأمر تركوا السفهاء وأهواءهم وشهواتهم وما يريدون لأهلكوا المجتمع، لأن المعصية إذا حلت تأخذ الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فلا أحد يقول أنا ما علي، أنا علي من نفسي، أصلي وصوم وأذكر الله وأعبد الله ولا علي من الناس. يحرقونك الناس إذا تركتهم، وأنت تصلي وأنت تصوم، يحرقونك وأنت تصلي وأنت تصوم، لأن العقوبة إذا جاءت عمت. فيجب على أهل العلم وأهل الأمر والحل والعقد أن يأخذوا على أيدي سفهائهم. وقد لعن الله بني إسرائيل بسبب تركهم سفهاءهم يعيثون ويفسدون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون، هذا هو السبب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ترك العلماء لهم بئس الصنيع، ترك أهل الحل والعقد لهم بئس الصنيع. الآية واضحة في هذا، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر القصد منه الإصلاح، ونفعه للمأمور أكثر، لأن الله ينقذه من الشرور والمعاصي، فهو إصلاح، إصلاح للمجتمع، إصلاح للسفهاء أنفسهم، وهو خير لهم من تركهم وما يشتهون. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، حتى إن بعض العلماء عدها من أركان الإسلام، عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان الإسلام، لأنها إصلاح. ولهنا مجتمع يستغني مهما بلغ من الصلاح لا يستغني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد يكون فيه. يعني وجد يا أخي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة، وجد من يزني، وجد من يسرق، وجد من يعصي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المعاصي وعن الشرور، وكان يقيم الحدود على العصاة الذين يستحقون الحدود، ويعزر ويؤدب الذين لا ينطبق عليهم الحد ولا يترك الناس. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشرور. لو سكت العلماء وسكت أولو الأمر عن الناس وتركوهم لهلك المجتمع كله، والعقوبة قريبة ما هي بعيدة. لولا عفو الله ورحمته لا، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لكن واجبنا نحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا فرض واجب، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فهو فرض كفاية. إذا وجدت جهة وكل إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقامت بذلك هذه تكفي عن بقية الناس، يعني يسقط بهم الواجب ويبقى
في حق البقية سنة، وأما إذا لم يقم به أحد فإن العقوبة تعم الجميع وذلك الجميع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، تكررت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لأهميتها. والذين يحاولون الآن من الصحفيين وأذنابهم تهوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقولون هذا تدخل في شؤون الناس وهذا وهذا تشدد وهذا، هؤلاء إما أنهم منافقون ليس في قلوبهم إيمان، وإما أنهم جهال ما يعرفون قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونعمة التدخل إذا كان لإصلاح، أنت ما أنت بتتدخل لإنقاذ أخيك من الهلاك، لو شب في بيته حريق تتركه يقول ما تدخل، أو تدخل وتطفي الحريق وتنقذ أخاك. المعصية أشد ترى من الحريق، تهلك الدين، حريق يهلك الأثاث ويهلك، أما المعصية فهي تهلك الدين، فكيف لا تتدخل لإنقاذ أخيك؟ حقه عليك إذا رأيته على مخالفة وعلى معصية أن تتدخل لإصلاحه تحذيره، فهذا ليس من التدخل المذموم، وإنما هو تدخل واجب عليك، ونفعه لأخيك أكثر من نفعه لك. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ألفت فيه مؤلفات كثيرة لأهميته، ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا والتي ألفها شيخنا وإمامنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، ألف هذه الرسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. نعم، ابتدأ هذه الرسالة بالحمد والثناء على الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله، وهذه هي السنة في بداية الكتب والرسائل أن تبدأ ببسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. نعم. أما بعد، فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير والتواصي بالحق والصبر عليه والتحذير مما يخالفه ويغضب الله عز وجل ويباعد من رحمته. نعم، من أهم المهمات التواصي بالحق والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لم يكفي أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، بل لا بد أن يتواصوا بالحق بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، هذا هو التواصي بالحق. وكان الذي يقوم بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق يناله مشقة، يناله أذى، لا بد أن يصبر. ولهذا قال: وتواصوا بالصبر. وقال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يناله مشقة، يناله أذى من الناس، يناله لوم أو تهديد، فيصبر، أصبر على ذلك. نعم. وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسائر المسلمين. بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، دعا الله أن يصلح قلبه وقلوب المسلمين، لأن الصلاح بيد الله عز وجل. نعم. وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه. الفقه في الدين هو الفهم هو الفقه، فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح، هذا هو الفقه. قال الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي الفقه في الدين، أن يرزق الله الإنسان فهما صحيحا في الدين، هذا أعظم
النعم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن يوفق الله المسلم للتفقه في دين الله وفهم الأحكام الشرعية والعمل بها. ومفهوم الحديث أن من لا يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. نعم. والثبات عليه، ثبات على الدين. إنسان قد يعرف الدين ويفقه أمور الدين ويقوم بها، لكن ما يصبر، ينحرف، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فلا يأمن الإنسان من الفتنة، يأمن من الشرور، ويقول: أنا أفهم، أنا عارف، أنا متعلم، أو يقول: أنا عابد وصالح. لا يأمن الفتنة، فقد انحرف علماء وانحرف عباد وصالحون. فيا المسلم دائما يسأل الله الثبات على الحق، الصبر عليه. نعم. ولا يزكي نفسه. نعم. وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. نعم، سأل الله أن ينصر دينه. الله جل وعلا ينصر دينه إذا قام به من، أما أنه ينصره بدون سبب وقيام من العباد، الله جل وعلا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، قدم أن تنصروا الله ينصركم. أما أن تهملوا وتتكاسل وتقول الله ينصر دينه، ينصره بدون سبب، لا بد من قيام وبذل سبب للنصر. تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين ويوفقهم لكل خير. هذا هو المهم، الدعاء لولاة الأمور، هذا مهم، الدعاء لولاة الأمور من الأفراد والجماعات، هذا مهم جدا، لأن ولاة الأمور إذا صلحوا صلح المجتمع. بعض الجهال أو أهل الضلال يستنكرون الدعاء لولاة الأمور، يقولون هذا مداهنة. لا، هذا نصيحة، ما هو هذا حقهم علينا أن ندعو لهم، ندعو لهم بالصلاح والهداية، هذا من حقهم علينا. قال بعض الأئمة، فضيل بن عياض يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هذا يدل على أن الدعاء للسلطان أنه مهم جدا، لأنه إذا صلح أصلح الله به المجتمع، وإذا فسد فسد المجتمع، لأن الناس كما يقولون الناس على دين ملوكهم. الدعاء لولاة الأمور سنة، سنة مجمع عليها عند أهل العلم، لا سيما في خطبة الجمعة يؤمن الناس على ذلك. فلا يستنكر هذا إلا إما جاهل، وإما من في نفسه ريب وشك، نسأل الله العافية. نعم. ويوفقهم لكل خير. نعم. ويصلح لهم البطانة، هذا مهم جدا، صلاح البطانة هو أهم شيء لولي الأمر، أن يكون عنده بطانة صالحة تعينه على الخير، من الوزراء ومن الكتاب ومن المختصين يكونون حوله. فهذا ينبغي لولاة الأمور الاعتناء به، ويجب على الناس أن يدعوا لولاة أمورهم بالبطانة الصالحة. نعم. ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد. نعم، لأنه لا عون إلا بالله عز وجل، فالعون من الله عز وجل، العزيمة منك والعون من الله عز وجل. نعم. ويمنحهم الفقه في الدين. الفقه في الدين عرفنا أنه مهم جدا. نعم. ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته، يعني ولاة الأمور، أن يصلحهم الله أولا، أن يصلح بطانتهم، ثانيا أن يرزقهم الله الفقه في الدين، ثالثا، رابعا، يشرح صدورهم لتحكيم شريعته، يشرح صدور ولاة الأمور لتحكيم شريعته، شريعة الإسلام، يحكمون بها بين الناس، لأنها هي العدل وهي الحق. وأن يتركوا الأنظمة والقوانين الكافرة والباطلة وأحكام الطاغوت وأعراف الجاهلية، أن يتركوا هذا كله، وأن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والاستقامة عليه، كذلك الاستقامة والاستمرار عليه
وعدم الانحراف. قد يكون الإنسان صالحا مستقيما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكذلك الولاة يكونون كذا، ثم يصابون بالانحراف لأن الإنسان عرضة، ما دام على قيد الحياة فهو عرضة للفتنة. فالثبات على الحق هو أهم شيء، ولا سيما حسن الخاتمة، أن يختم للإنسان بخاتمة الخير ويموت على الخير، هذا علامة توفيق. نعم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يقدر أحد على هذه المطالب العظيمة تحقيقها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: أيها المسلمون، إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم. بدأ بالموضوع الذي كتب من أجله، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنوه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين مكانته وضرورته للمجتمع. نعم. جدير بالعناية. أعد. قال: أيها المسلمون، إن أيها المسلمون، يخاطب المسلمين عموما، ولاة الأمور والعوام والعامة كلهم يخاطبهم رحمه الله بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم جدير بالعناية. موضوع عظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم، وليس من الأمور الهينة التي يهون من شأنها المنافقون والجهال والصحفيون وأصحاب الانحرافات والشهوات. نعم. يريدون الحرية، يقولون الحرية، أنت عبد يا أخي، ما أنت بحر، أنت عبد لله، أنت بحر. الحر يكون عبد للشيطان، أما العبد المسلم هذا عبد لله عز وجل، وعبودية الله هي الحرية الصحيحة. أما الانطلاق والانحراف هذا ليس حرية، هذا عبودية للشيطان، عبودية للشهوات، عبودية للدنيا. أنت عبد بلا شك، إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا للشيطان وللهوى والشهوات، ما أنت بحر يا أخي، منين الحرية؟ لكن عبودية الله هي الحرية، لأنها تحررك من الشيطان وتحررك من الفساق ومن الشهوات، هي اللي تحررك صحيحا. نعم. لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاتها. نعم، تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للأمة، مصلحة للأمة، وليس من مصلحة الأمة تركها لأهوائها وشهواتها ودعاة السوء والضلال والحضارة والمدنية كما يسمونها. لا، مصلحة الأمة بالاستقامة على الدين، هذه مصلحة الأمة، وهذه هي الحرية، وهذه هي الحضارة، وهذه هي المصلحة العظيمة. نعم. وفي إهماله الخطر العظيم والفساد الكبير. إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخطر العظيم، خطر الهلاك والعقوبات والفساد. فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد توفيق الله لفسد المجتمع. فقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه عصمة المجتمع من الهلاك والدمار. فالله لا يهلك مجتمعا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، إنما يهلك المجتمع الذي ليس فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون، ما قال صالحون، وجود الصالحين فقط ما يكفي، لا بد أن يكون الصالحون مصلحين أيضا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلحين لهم أجر عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. روايتان: رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، والرواية الثانية الذين يصلحون ما أفسد الناس.
فلا يكفي أنهم يكونون صالحين. نعم الصالح ينجو في الآخرة، لكن في الدنيا إذا لم يصلح لا ينجو، إذا نزلت العقوبة عمته وعمت غيره، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. أما في الدنيا فتصيبه العقوبة وهو صالح. نعم. واختفاء الفضائل وظهور الرذائل. سبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها تختفي الفضائل ومكارم الأخلاق والشيم، تفتقد في المجتمع، تفشو فيه الشهوات والملاهي وضياع الحشمة وضياع الكرامة، ويتسلط السفهاء والفساق. وصالح عليه السلام قال لقومه: ولا تطيعوا، انتبهوا، ولا تطيعوا أمر المفسدين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لا تطيعوهم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، احذروهم لأنهم يهلكونكم. نعم. قال: وقد أوضح الله جل وعلا في كتابه العظيم منزلته من الإسلام. الله جل وعلا أوضح مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، أن له مكانة عظيمة نوه الله بها في كثير من الآيات. فوصف هذه الأمة بأنها خير الأمم. ليه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف؟ إيش السبب؟ يعني بالقوة والسلاح والمخترعات والمال؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا هو السبب، هذا هو سبب الخيرية. كنتم خير أمة، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجت للناس، شوف للناس، يعني تنفعون الناس، ما تقتصرون على أنفسكم بل تنفعون الناس. أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان هو الأصل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الإيمان، ولكن قدمه في الذكر اهتماماً به، اهتماماً به، تنويهاً بشأنه، مثل قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر على الصحيح. أليست الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات؟ بلى. لماذا عطفها؟ لأهميتها، تنويها بشأنها. نعم. وبين سبحانه أن منزلته عظيمة، حتى إنه سبحانه في بعض الآيات قدمه على الإيمان الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام، كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنبيها على أهميته، مع أنه داخل في الإيمان بالله عز وجل. نعم. ولا نعلم السر في هذا التقديم إلا عظم شأن هذا الواجب. ما نعلم مناسبة لتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في هذه الآية إلا لأنه أعظم واجب. نعم. ولا نعلم السر في هذا التقديم، يعني الحكمة. نعم. إلا عظم شأن هذا الواجب وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامة. إلا عظم هذا الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عنه، ولذلك قدمه الله بالذكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله هو الأصل. نعم. وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامة. لما يترتب عليه، لماذا صار أعظم واجب؟ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، من صلاح الفرد وصلاح المجتمع ونجاة الجميع من العقوبة. نعم. ولا سيما في هذا العصر
لا سيما في هذا العصر الذي نعيشه، فقد كثرت الفتن والشرور ودعاة الضلال وغلبت الشهوات والشبهات، فعظم جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأكد القيام به أكثر من ذي قبل. نعم. فإن حاجة المسلمين، ولهذا قال يصلحون ما أفسد الناس. نعم. فإن حاجة المسلمين وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديدة لظهور المعاصي وانتشار الشرك والبدع في غالب المعمورة. حاجة الناس اليوم، خصوصا اليوم هذا وهذا الزمان، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة شديدة، لأجل علاج ما يقع فيه المجتمع من المخاطر، من المخاطر والمهالك، بسبب الذنوب وبسبب الضلال الذي يموج في الناس والفتنة، لا منقذ منها بعد الله سبحانه إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تركناه فإن المنكر ينتشر ويختفي المعروف، فهذا هو سبب الاهتمام بهذا الجانب وتأكده في هذا الزمان، لأن الشيء يتأكد عند الحاجة إليه، وأعظم ما تكون الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمان الذي لم يقتصر المنكرات فيه على البلد أو المملكة فيما بينها، ولكن يأتيها مدد من الخارج. هذه المصيبة، يأتيها مدد من الخارج، من الكفر والإلحاد والشهوات والشبهات، مدد عظيم يأتي من الخارج بواسطة القادمين إلينا من الأمم وبواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي غشيت بلادنا، فاشتد الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاومة لهذه الأخطاء، وإلا فإن الهلاك محقق بلا شك. نعم. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، يكفي نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعم. وردت إلينا مجموعة من الأسئلة في مطلعها، يقول السائل: ما هو ضابط عدم الاستطاعة في إنكار المنكر بمراتبه الثلاث؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم. أما إذا ما علمت شيء ولا رأيت شيء فلا تبحث، ما تبحث، لكن إذا رأيته تعين عليك الإنكار، والإنكار على حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان يستطيع إزالة المنكر بيده وسلطته فليفعل، وهذا لولي الأمر ولرجال الحسبة الذين فوضهم ولي الأمر به. فإذا لم يكن لك سلطة ولا يد فإنك تنكر باللسان، بالموعظة والنصيحة والبيان وتبليغ الحكام عما يحصل لأجل أن يزيلوه، مراسلة الحكام أو مشافهتهم بما يقع حتى يعالجوه، وله بلازم أنك تروح لولي الأمر الكبير، أصحاب الولايات اللي من دونها، الأمراء، المحافظون، الهيئات، رجال الحسبة تبلغهم. فهذا من الإنكار باللسان، ولا تقول أنا ما علي وهذا، هم يدرون وهم المسؤولين، لا، أنت مسؤول أيضا حسب استطاعك، ولا أحد يمنعك، ما أحد يمنعك أن تنكر بلسانك، تقول هذا ما يجوز، هذا منكر، هذا اتركوه، هو خافوا من الله إلى آخره. هذا إذا كان عندك علم، عندك علم ولكن ما عندك سلطة، فأنت تنشر علمك. وإذا لم يكن عندك سلطة ولا عندك علم فإنك تكره المنكر بقلبك فقط، وتعتزل أهل المنكر ومكان المنكر، تبتعد عنه، أمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فهذا ليس بمسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان
حبة خردل. الله جل وعلا قال في المنافقين ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ما في قلوبهم إيمان، ولذلك لا ينكرون المنكر بل يأمرون بضده، يأمرون لا ينكرون المنكر بل يأمرون به، يأمرون بالمنكر والعياذ بالله، وينهون عن المعروف. هذه صفة المنافقين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا أوذيت وأنا أنهى عن المنكر فهل لي أن أطالب بحقي من الذي آذاني؟ لا تطالب بحقك، اصبر اصبر، ولا أنك إذا طالبت بحقك صرت تنتصر لنفسك، اصبر على هذا، إلا إذا انتهكت حرمات الله فطالب بعقوبة من انتهك حرمات الله، أما أنه أساء إليك اصبر اصبر على ما أصابك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا رأيت مجموعة من الكفار يفعلون معصية من المعاصي فما الموقف الصحيح منهم؟ رأيت إيش؟ رأى مجموعة من الكفار يفعلون المعاصي. الكفار ما دخلوا بلادنا إلا بعهد، ومن العهد أنهم ما يظهرون المنكرات ولا الكفر ولا يعلنون مذهبهم أو صلواتهم، هذا ما أخذ عليهم، فلا بد أن تبلغ عنهم، تبلغ عنهم السلطة القريبة منك لأجل أن ينفذوا عليهم العهد والنظام، ولا تسكت على هذا. نعم. وهذا سائل يقول: ذكر في الأدب المفرد فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض أناس وبينهم أحد العصاة فأعرض عنه ولم يسلم عليه، فهل هذا يؤخذ منه عدم السلام على بعض العصاة إذا كان مجاهرا بمعصيته؟ نعم، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن المجاهر بالمعصية يهجر، أن المجاهر بالمعصية يهجر، ومن هجره عدم السلام عليه حتى يرتدع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض الشباب يذهب إلى المقاهي يوما في الأسبوع أو يومين لنصيحة بعض من يجلس هناك نصيحة فردية بالحكمة واللطف، ويقول أمثال هؤلاء الشباب لا يأتون إلى المحاضرات فنحن نذهب إليهم، ما رأيكم؟ هذا طيب، هذا جزاه الله خيرا، اللي يذهب إلى التجمعات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبذل النصيحة هذا من المصلحين، جزاه الله خيرا. نعم. وهذا سائل يقول: عندي صديق أصغر مني سنا وعلما، وأنا دائما أوجهه وآمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، فهل من حقه أن يعصيني بحجة أني لست بولي أمره؟ لا، أنت أديت واجب وهو واجب عليه بل يقبل الحق، ولا يقول أنت من تولي أمر، أنا أخوك ناصح لك، واجب علي أن أنهاك وأمرك، هذا من حقك علي ومن الواجب علي. نعم. وهذا سائل يقول: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، كيف يكون هذا الأمر ونحن مطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا الدين منصور بإذن الله، وقد ينصر بالرجل الفاجر، سخر الله بعض الفجرة ويناصرون هذا الدين، إذا لم يقم من أهل الصلاح وأهل الاستقامة من ينصره فقد يقيض الله له من الفجرة من ينصره، لأن الله لا يضيع دينه أبدا، لا يضيع الله دينه. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز؟ ربما أن المراد بالفاجر ما هو بالكافر، المراد بالفاجر المسلم العاصي. نعم. أو من شرط الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ما هو من شرطه أن يكون معصوما لا يقع منه خطأ ولا معصية، لا. نعم. هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية مثل بنت الخال وبنت العم وبنت العمة التي ليست من محارمك، ليست زوجك ولا أمك ولا من خواتك ولا من محارمك؟ لا تصافحها، لكن تسلم عليها بالكلام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام ولا يصافحهن، فلا يجوز مصافحة المرأة التي ليست من محارمك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من وهذه سائلة من النساء تقول: هناك يا شيخنا كثير من الجرائد لا تخلو من أسماء الله عز وجل أو الأسماء المعظمة، وحينما نسير في الطرقات ونراها تتقطع لذلك قلوبنا، وأحيانا نرفعها ونقول معذرة إلى ربنا،
ولكن أحيانا في نفس الطريق يكون هناك رجال فنمر من غير أن نرفعها، فهل نؤثم على ذلك؟ نعم، إذا رأيت اسم الله أو آية من القرآن أو حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم ملقا في الطريق يجب عليك أن ترفعه، إما أن تضعه في مكان طاهر وإما أن تحرقه ولا تتركه يداس ويمتهن. نعم. أحسن الله إليكم. وتقول في سؤالها: نرى كثيرا من الشباب يقدمون العقل على النقل ولا يقتنعون إلا بعقولهم، متجاهلين أهمية النقل، نرجو توجيه ذلك. نسأل الله العافية. هذه طريقة أهل الضلال الذين يقدمون العقل على النقل، يعني يقدمون أفكارهم وعقولهم على كتاب الله وسنة رسوله. العقول قاصرة، وأما النقل والكتاب والسنة فهي تامة وصادقة لا يعتريها شك. فالمسلم يقدم كتاب الله وسنة رسوله ولا يقدم عقله وفكره على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا واجبك، أن تؤمن بكتاب الله وسنة رسوله، وأن تقدم كتاب الله وسنة الرسول على كل فكر وعلى كل عقل وعلى كل رأي وعلى كل قول من الأقوال، تقدم كتاب الله وسنة رسوله. نعم. وهذا سائل يقول: هل يمكن أن تكون هناك ملائكة تقاتل إذا كان يوجد جهاد شرعي في هذا الزمان؟ الذي يقاتل هم المؤمنون، أما الملائكة فالله ينزلها لتثبيت المؤمنين وتقويتهم وإيقاع الذل في قلوب الكفار، وإلا فالذي يقاتل هم المؤمنون وهم اللي يحملون السلاح، والملائكة تؤيدهم وتقوي عزائمهم وتوقع الرعب في قلوب الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول لماذا لا نسمح ببناء الكنائس عندنا كما يسمحون لنا ببناء المساجد في بلدانهم؟ المساجد حق وهي بيوت الله، وأما الكنائس فهي باطل، كيف نسمح لهم يقيمون الباطل في بلادنا؟ أما المساجد فهي حق، وهذا هو الواجب على أهل الأرض لأنها بيوت الله، فنحن نعمل بالحق ونمنع الباطل. لكن إذا كان بيننا وبينهم عهد نقرهم على كنائسهم الموجودة ويخفون عبادتهم فيها ولا يظهرونها، أما أن يبتدئوا ويبنوا كنائس هذا ممنوع، لا سيما في جزيرة العرب التي هي منبع الرسالة ومصدر الإسلام، لا يبقى فيها دينان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يطلع منها إلا الإسلام فقط لئلا يختلط الحق بالباطل. فهذا هو السر في أننا لا نمكنهم من بناء الكنائس لأنها باطل، ومع أننا نبني مساجدنا عندهم لأنها حق، بيوت الله هي بيوت الله عز وجل، ما هي بيوتنا نحن، هذه بيوت الله عز وجل. نعم. وهذا سائل يقول: لو أن شخصا متفقا معنا في العقيدة ولكن عنده بعض الأخطاء والاجتهادات المختلف فيها في المسائل، لو أن شخصا متفقا معنا في العقيدة وعنده بعض الأخطاء والاجتهادات المختلف فيها في المسائل الفقهية وغيرها، فهل نستطيع أن نبدعه أو ننسبه إلى فرقة من الفرق؟ نعم. أما العقيدة فلا تقبل الاختلاف ولا نقر الاختلاف فيها أبدا، وأما الاجتهاد الفقهي فهو مسموح لمن عنده أهلية، هم كل واحد لا من عنده أهلية الاجتهاد والفقه، ولكن المجتهد يخطي ويصيب، فنحن نأخذ ما أصاب فيه ونترك ما أخطأ فيه، وهو يجب عليه أن يترك الخطأ أيضا. نعم. وهذا سائل يقول:
إنكار المنكر إذا كان بعلم ولكن لا يوجد أدلة يستحضرها المنكر واستدل بأقوال العلماء، فهل هذا يكفي؟ حسب الإمكان، إذا كان متأكداً من أقوال العلماء ولا يحضره غيرها يقول هذا، لأن أقوال العلماء تصدر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل: قلتم حفظكم الله آنفاً يجوز تغيير الضمائر في معنى الدعاء لمراعاة الجمع، فماذا نقول في قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الآية، أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نقوله على، يا أخي انتبه، ما نقول هذا على أنه تلاوة، تلاوة لا، تتلى الآية كما هي، نقوله على أنه دعاء ما هو بتلاوة، أفرقوا بين هذا وهذا. نعم. يقول في شطر سؤاله: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب عندما قال في دعاء النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. نعم، لأن رسولك الذي أرسلت هذا خلاف لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنبيك الذي أرسلت، الرسول نبي ورسول في نفس الوقت، لأن كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، في فرق عموم وخصوص مطلق يسمونه، كل نبي كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي يكون رسولا. نعم، كأنبياء بني إسرائيل. نعم، ففي فرق بين النبي والرسول. نعم.